عرفناه في دور ماهر في النوبة، يجينا في أول ظهور تلفزي ليه بحب كبير. نستقبل مع بعضنا بلال بريكي. ميرسي ميرسي بوكو الببليك. عايشك منور. نلقى استاذي زاد قراني موسيقى في الفرقه. خالد بن عيسى. خالد بن عيسى قريت موسيقى؟ لا لا، في الكوليج في الملاسين. يعيطوا لك الناس ماهر، مازالت ما بالطبيعه. هاي بالنسبه لك انت فخر، والا بالنسبه لك انت يلزمك تنحيها؟ حاجه باهيه انك تخدم حاجه تمس الناس، لكن او ميم طون ما يلزمهاش تقعد فيك، يلزم تتعدل حاجة أخرى. هذا مش بيدك، تعرف أنه الحكاية متعبة، خطرها مش بيدك، بيد المخرجين. صحيح. بيد المنجين. صحيح. صحيح، بيد المخرجين، لأنه يلزم يجي مخرج يشوفك في شخصية أخرى كومبليتمون. يعني فما مخرجين مالوغوزمون ياخذوا قالب، يبدأ عنده في مخه أي باش نجيب مثلا عساس، ديجا يبدا عنده كثلاثة أربعة أساسة في راسه. دونك توا ماذا بيا البروجي جاي يكون بيرسوناج بعيد كومبليتمون على دور ماهر. كوميديا؟ علاش لا؟ وقتها نقول له مخرج شابو با، نكسره كومبليتمون. غايب برشا على الإعلام، تقريبا هذا أول ظهور تلفزي ليك. صحيح. موقف ولا شنو؟ موقف، لأنه ما نشوفش روحي يلزمني نظهر ديما في التلفزة. أما حتى كان عملت مسلسل ناجح، سمحني هادي شنو هو الإضافة باش نقدمها للناس؟ على خاطر مسلسل ناجح نتعدى في ألف تلفزة، ماني باش نقدم للناس شيء. بار كونتر كيف نخدم مسلسل ولا مسرحية ولا فيلم غادي يستنفعوا مني الناس. مهذب برميلي هبط بوست 30 ماي 2019، شو يقول؟ يقول بلال بريكي: عزيزي جبالي ألف مبروك يا شباب، واصل العمل واحذر الإعلام. عملت بنصيحته؟ والله هي جات مع بعضها، لكن بالطبيعة مهذب رميلي أستاذ مسرح وممثل كبير، يلزم ناخذ بنصيحته. ولكن يعني كتواتي راني نجي للإعلام هادي، يعني ما هيش قضية. ما عندكش الحذر من الإعلام بلال؟ الخوف؟ بيان سور بيان سور، على خاطر الإعلام كما ينجم يطلعك كما ينجم يضرك، خاصة كي ما تعرفش كيفاش تتعامل معاه، خاصة كي تبدا ديما ديما في الإعلام زاد، لأنه المخرجين يحبذوا يعني وجه مش موجود ديما، مش موجود كل جمعة وكل جمعتين في التلفزة. بما أنه هذا أول ظهور تلفزي ليك، هاي نفهموا شخصيتك أكثر. لعبة عنوانها أنت كيمعة. صحيح ولا غلط؟ أنت كيمعة ماهر في النوبة من حي راقي. منين؟ غلط. أنا من ملاسين، ولد الملاسين، تولدت وكبرت وقريت في الملاسين، وملاسين حي شعبي. بالمناسبة هذه تحية للملاسين بربي، ولاد الملاسين كل اللي في الملاسين واللي البرة، حياهم ونبوسهم برشا. أنت مازلت تعيش في الملاسين؟ ما عادش نعيش في الملاسين، عندي 4 ولا 5 سنين خرجت لفرنسا، ولكن ديما يقعد الحنين هذاك لحومتي ديما. نروح كي تروح لتونس وين تمشي؟ للملاسين. ملاسين عندك؟ هي. دارك في الملاسين؟ فما دار في عندي الملاسين. دار امي، ولكن ما هيش دار كارين توا في الملاسين، امي كاريه في الملاسين، وما نجموش نخرجوا من الملاسين. يعني عاشت عمرها الكل مع بابا و40 سنه في الملاسين، يعني حتى كان بروبوزي عليها تخرج من الملاسين ما تقول لي مقبول، انت ما نجموش نخرجوا من غاديك. الملاسين عرفوك وانت مش مشهور. وي رجعت لهم انت مشهور، ما تبدل النظره ولا ليه؟ ما تبدل حتى شيء. نجم الملاسين هي بيدها الشكبه والدنيا وكذا. وي يا بلال تبا يا معلم، الدنيا ما الدنيا مدعوكه، فهمتني؟ ونقعد ونبنك، فهمتني؟ تحت الحيط ونمشي نشكب وما تبدل شيء. شنو باش يتبدل؟ يتبدل الشهرة، الناس تعرفك، الناس تصويرتك ولا عندها معنى في الإعلام. مش مع ولاد حومتي. باش نوريك فيديو تاع طهور ولد خوك. اي الفيديو تاع طهور ولد خويا. اي يا معلم شوف شوف غادي شوف.
مش نورمال. قديم الفيديو هذا 2019 اي 2019 جويلي 2019 اي صحيح. قبل الكورونا و... صحيح صحيح محلينا كي كنا قبل الكورونا شفت ملا جو تورويلد خوك اللي لفتني وجود شخصيات سياسيه شفت حمى الهمامي والله يعطيها طول الصحه راضية النصراوي مدام راضية النصراوي انت قبل كل شيء من العائله السياسيه هذه لاني عائله سياسيه انا من عائله البريكي فهمتني مع عائله الجزار شريف الله يرحمه بالنسبة للحمى الهمامي أنا كي في تور ولد خويا استدعيت صحابي المقربين ليا يعني فما من جملة صحابي فتاة تخدم في شنو اسمه هو الحزب نتاع أستاذ حمى في الجبهة الشعبية في الجبهة الشعبية فوالا قالت لي بليل ما يقلقكش كان نستدعاو الرفيق حمى الهمامي كل شيء لأنه يحب يزور المناطق هذية كيما الملاسين وكل شيء قلت له هذاك كان غون بليزير مرحبا بيه وجاء فهمتني ما عرفش الدار تعرضت له بحث استاد الملاسين وجاء وضحكنا ولعبنا وروح على روحه مشكور اما هو وقتها كان في قلب الحمله الانتخابيه نتاعو والله ما خممتهاش هكاك جمله بالوقت. وفرحت بجيانه وكيما نفرح باي واحد يعني في العالم يجي لحومتي وسيرتو لدارنا نفرح بيه ما خممتهاش هكاك ما خممتهاش هكاك الحقيقة من بعد هكايا قلت وقتها الفترة الانتخابية لقد وقعنا في الفخ يظهر لي وقعت في الفخ أما ما نصورش صوت له؟ ما صوتش الحقيقة متاع ربي ما صوتش أنت كيما ماهر في مسلسل النوبة ما كنتش ناجح في القراية صحيح وصلت عام من بعد الكوليج وما نحبش الحاسب مانيش صحاب انا والقرايه والقسم والانضباط نتاع القرايه هذا مش معناتها هذا حاجه ندمت عليها راهو زاد في فتره ما حاجه ندمت عليها يعني بالحق ما تنفعك كان قرايتك لكن الحمد لله من بعد انقذت روحي انا فما ناس يمكن ما تنقذش رواحها كيفاش انقذت روحك؟ انقذت روحي المسرح انقذني لانه في السوسيتي اللي كنت نعيش فيها حبينا ولا كرهنا حومة شعبية في الصحابي الشلة اللي كبرت معاهم اللي مالوغوزمون كلها يعني الأغلبية متاعها بطلت القراية مشاو في ثنية خايبة أنا المسرح بعدني على ثنية الخايبة ذيك نحكي لك حكاية الشلة متاعي صحابي كي بدأت سن المراهقة وبدأوا يعملوا في العمايل وكل شيء الوقت هذيك أنا في المسرح يعني هما كتبوا عليهم في الجرايد وكتبوا عليهم في كذا سرقوا 50 كرهبة وعصابة وليت فهمتني أنا المسرح أنقذني تحطيت في قعدات متاع فساد متاع ضيعة متاع مخدرات متاع أي تحطيت بيان سور شو كان الوزن متاعك باش ما تغلطش بابا وامي لأنه مهما كنا ملاسين ولا كذا الملاسين راي خرجت ناس باهين أنا مثلاً أختي محامية عنا طبة في الملاسين عنا أساتذة عنا يعني مش معناها الملاسين عنا ناس تبارك الله وما شاء الله عليهم تربيتي وأمي وبابا الله يرحمه شفتهم كيفاش تعبوا عليا الحاجة الوحيدة اللي ما خلتنيش بالرسمي نمشي في ثنية غالطة لأنهم ما يستحقوش طفل صغير يخرج سنة أولى ثانوي معناتها بالنظام تاع تو صعيب عليه الحياة ماديا منين كنت تجيب؟ ماديا الحقيقة متاع ربي كنا في تياتر اماتور ما كانش المصروف برشا زادة راه أما يلزمك تاكل يلزمك تلبس يلزمك تشرب الماكلة ناكل في الدار والحمد لله لبستك الوالد يعطيك مصروفك؟ الوالد كان مدللني بطريقة غريبة وي كنت مدلل على الأخر بابا ما نحكي لكش قدوتي في الحياة قدوتي في الحياة ما خلى معمل معايا أنا ومع أخواتي هادي وكبديت أنت توا تهز فيا الاثنية ذوما
مجاهد كان مجاهد، بابا كان جزار، جزار عادي يعني ما هواش. لا يرحمه، لا يرحمه وينعمه. بنين سامحني بلال، اما نتصوروا وين ما هو، وين ما هو موجود توا، راهو فرحان بولده فخور بيه، حبيته يراك وانت 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 توا في التلفزه، حبيته يتفرج فيك. اما نتصور فخور الراجل هذايا انه جاب راجل حبه برشا، تعب علينا لاخر لحظه في حياته، الاخر رمق مريض ما يراش يمشي يخدم علينا. فوالا وانا ماشي بالمنوال نتاعو اني نكون مناضل ونخدم على خاطر عائلتي، وفرحني ان العيد نتاعي 4 ايام، العيد الصغير 4 ايام وساعات 5 ايام، كل نهار كسوه بالرغم اللي ماهوش تنتخم ماهوش لابس عليه. دللنا حاولي وفر لنا الظروف الكل، وصل اختي قراها ولات محاميه تهنى عليها. حبيته يشوفك؟ حبيته يشوف باش يتهنى، لانه كان خايف كمان، كان خايف. وقت اللي واحد يبدا في المسرح من الاول ماهوش عارف روحه اللي يعمل فيه صحيح ولا غلط، تلقى برشا ناس تنبر فاش قاعد تعمل، هذا مستقبل. كلام فيه برشا احباط، سمعتوا الكلام هذايا؟ برشا احباط، برشا احباط، سيرتو في الحومه فما ناس كمان متفتحه وتعرف ويشجعوا فيا على اللي نعمل فيه، لكن فما الاولاد صحابي ساعات نبدا نحضر في مسرحيا نهي شعري ولحيتي، يا بلال يا مابول او كذا ربا او كذا ربا ريتو، وفي الجو مسرح يا اخي شبيني ما شفتكش مع الامين المهدي. ابي عيش بيه ما عادوكش في شوف لي حل كيفاش مسرح، فهمتني ولا العظيم. وفما اللي شجعني زادة، هبط بوست شو كتبت؟ توفى بابا وانا بلاش اوراق، ما حضرتش على المعلم، سلم لي على الحبكه الدراميه، ربي يرحمك يا شريف، ولدك راجل يا معلم. وي الفتره اللي توفى فيها بابا انا ما عنديش اوراق، نستنى في اوراق يحضروا، ومش وانا وخويا الكبير، خويا الكبير فهمتني ان شاء الله ربي يجيبه على خير، زوز ما عندناش اوراق في الوقت، وما حضرناش على دفينه البو اللي عمل كل شيء باش ينجح اولاده. شما الصور اللي بقاو لك من نهار هذاك؟ اول تليفون، اول تليفون جاني، ونهارتها نخدم، انا نخدم في فرنسا، وعطيت كلمتي ومشيت خدمت. اش تخدم انت؟ ومشيت خدمت نهارتها نخدم في الدهينه، والفرنسيس ما فماش يعني لعب مع لي رونديفو، عندهم مسؤوليات وكذا. نحل ملف في فرنسا. مشيت لفرنسا حارق، عملت فيزا ومشيت على روحي. ولا شو اللي يخليك تكره البلاد؟ شو اللي يخليك؟ لا عمري ما نكره البلاد، عمري ما نكره البلاد، لكن كما اي جون يعني تعرض لصعوبات، الحياه مش سهله، لو كان كملت قرايتي مثلا راني كنت لاهي في القرايه، زاد الفراغ هذاك، هذاك علاش بجاه ربي اقراو، راني اكثر حاجه ندمت عليها في حياتي، وحتى لو كان بلوز او موان انقذت روحي شويه، راني نادم اقراو على رواحكم بجاه ربي. ملي عمرك 17 سنه فرنسا كانت بالنسبه لك انت الحلمه؟ ما كانتش الحلمه، لانه فما ناس زاد نصحتني اللي راهو ما هياش الجنه، وفعلا صدقني ما هياش الجنه. صبيت فيزا نظريا، ما تاخذش فيزا انت؟ اي صحيح خذيتها بعلاقاتي. خذيت فيزا، علاش ما ناخذش فيزا؟ ما عندكش حتى ضمان. جاني كونتراتو من البر، جاي كونتراتو من البر، كونتراتو كنت باش نخدم مسرحيه، كتبت مسرحيه اسمها جواز سفر، وشيخ عليها فهمتني بروديكتور فرنساوي، ومشيت باش نترجموا المسرحيه، ترجمنا المسرحيه مع واحد تونسي اخر ومع الفرنسيس، وترجمت المسرحيه واعطيتها لهم وقعدت غادي.
معناتها المسرح هو اللي هزك. المسرح هو اللي هزني. وين؟ الفن هو اللي هزك لفرنسا. هو اللي هزني لفرنسا. لو يتعاود نفس السيناريو كنت تعاود نفس السيناريو؟ نعاود نفس السيناريو على خطر فوتك بالحديث، شفت هذيك نتاع فوتك بالحديث، جو نهرو مع هدهود يا خويا. على خاطر قبل ما نمشي لفرنسا تعرفت على مرتي اللي هي فرنساوية في تونس. هاكا عمل لي هكا. قعدنا 3 سنين مع بعضنا، كملت الكونترات نتاعها في تونس، سافرت ومن بعد خلطت عليها. انت كتبت المسرحيه باش تخلط على مرتك؟ لا، مسرحيه مكتوبه من قبل ما نخلط على مرتك. هذه المدام؟ هذه المدام. اي صفقونا على المدام عاد. فرنساويه؟ فرنساويه وي. حب لا يرى حب لا يرى الشمس. هي نحبها امراه وقفت معايا، واكثر انسان امن بالتلام تاعي هي. شو اسمها؟ اليكسيا. اليكسيا نسلموا عليك. اليكسيا نسلموا عليك برشا برشا. اليكسيا في ظروف الصعيبه نتاعي وفي فتره نتاع دوت تاع نعمل فيه المسرح هذا كيفاش، سي نورمال نتسائل في برشا تساؤلات. هي قالت لي اصبر باش تلقى، وتمن بيا برشا كممثل. انت كيما ماهر أي مغروم بالربوخات والمزود ود الملاسين، ما نجم نكون كان مغروم بالربوخات. اعطونا ضرب ربوخ بالله برسم ميمتكم. لحظه لحظه لحظه، اعطونا ضرب ربوخ. ضرب ربوخ ما تقوليش غني. كان باش اعطيوك ربوخ باش تغني باش ننشز. ينشز مسموح له ينشز ولا ليه؟ ننشز راه. استنى فاطمة. هات هات. اوه ملا فاطمة شتموت. انا تقبلوا عليه انه ينشز عادي معناتها؟ عنده اسمعني ما بيناتنا راه برشا ينشزوا ما عندهم حتى مشكلة. تحكي بالرسمي. وانا مع احتراماتنا للفنانين فهمتني اللي راني مانيش مغني. تسحر عينيك يا منوبة؟ تسحر عينيك. نعملهم كل فنانين يقفوا يمشوا. اي تسحر. هلا هلا هلا. يا من لبس عليك في الغناء بربي الولاد لبس عليه ولا ليه؟ تربيته قالك. ميرسي عايشكم. شوف
باش نلعبوا مع بعضنا لعبه باش تلعبها اول مره في حياتك. عنوان اللعبه ليزر جيم. بلال البريكي باش يجرب لعبه باش يلعبها لاول مره. بلال امورك واضحه؟ مريقل مريقل مريقل. اللعبه عنوانها بيت سايبر. باش تلعب تحاول تكسر مجسمات تجي قدامك. انت باش تعيش توا في عالم افتراضي اللي باش تشوفه في الكاسك مغطي لك عينيك هو اللي باش تتفرجوا فيه احنا زاد كيف كيف التلفزه. نحب تحيه خاصه للليزر جيم اوفوليسيون طريق قمرة المرسى اللي اقترحت علينا اللعبه هذه. بلال البريكي. بلال نبداو 3 2 1. ابعد صحيح بلال صحيح. دخلت بعدها بلال. وي يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. أنا وين؟ أنت بحذانا أنت بحذانا. خليك غادي خليك غادي. أوكي خليني نقول لكم كان هذا بلال في الليزر جيم. بلال البريكي مدينة النوبة قداش؟ برشا برشا برشا. عبد الحميد بوشناق فرصة بالحق. وعبد الحميد عجبني برشا على خاطر عرض عليا مزروع النوبة اون 2016 بعد بعامين ولا بثلاثة ولا مسلسل وما نسانيش. قعدوا بالرغم اللي فما عباد يقولوا عبد الحميد بوشناقي يخدم مع أصحابه يخدم في أصحابه. أنا كيف اقترح عليا المشروع فهمتني ولا العظيم كيف اقترح عليا المشروع عمري ما ريته في الدنيا. يعرفني كممثل كلمني حكينا بعد ما سهلش ربي كيف تعمل المسلسل وبش يسهل فيه ربي المشروع عاود كلمني بالحق. قليل وين تلقى مخرج هكا راه على خاطره من الاول يعرف ومتمكن من المشروع متاعو ويعرف شكون يلزمه يلعب الدورة ذاك. قلت له علاش انا سالته له سؤال هذا على خاطر يمن بيا يمن بيا قالها لك اي وبالرغم اللي باش نبدا نعطي فيك في السكوبات والدنيا بالرغم اللي برشا من الناس قالوا له بلال وي حكينا مع بعضنا عبد الحميد وقال لي راهو فما ناس كانت ضدك. انا جاوبت بالخدمه اكثر حاجه فهمتني تنجح فيها هي الخدمه. جاوب الخدمه في الجزء الاول انت البطل اسمك الاول في الجنيريك. قلنا البطل هذيك دور اول او دور رئيسي. غاندي بطل تشي غيفارا دور رئيسي جدا. دور رئيسي جدا حلو دور رئيسي جدا. اسمك الاول في الجنيريك. الجزء الثاني طاح للثاني مش مشكل. حتى الجزء الاولاني انا مره الجزء الاولاني كانوا فما برشا شخصيات رئيسيه شخصية وجدي وسيله يعني بالحق ما فماش فرق كبير بين الشخصيات. وفي الجزء الثاني الور لا الناس كل كيف كيف. وين حسيت بالبطولة عند الناس أكثر في الجزء الأول ولا في الجزء الثاني بصراحة؟ عند الناس عند الناس في الجزء الأول بطبيعة الحال لأنه الكم متاع لي سيكونس كان كم كبير متاع مشاهد. أنت كنت معاه أو ضد جزء ثاني من نوبة؟ كنت معاه توا في اللحظة هذه. أنت معاه أو ضد جزء ثالث من نوبة؟ إذا كان يبدأ سيناريو مكتوب بيان علاش لي حتى ولو انك مش موجود فيه. حتى واني وانا مانيش موجود سيء انتقل الى الرفيق الاعلى فهمتني. لكن عبد الحميد بطبيعته ما ينجمش يصدم على نوبه ثلاثه اذا كان ما فماش سيناريو ممتاز برشا. واذا كان فما سيناريو ممتاز برشا ينجموا يعملوا نوبه ثالثه ممتازه برشا بالشله المهبله ذوكم يعني بالمخرج المهبول ذاك والممثلين الروعه ينجموا يعملوا. يتقال انه الدراما مجموعات مجموعات. هل انت اليوم مخرج يتفرج فيك هل انت اليوم محسوب على شله عبد الحميد بوشناق؟ اي نموت معناها نقعد نخدم كان مع عبد الحميد بوشناق ما عملنا شيء. هذه اللي حكينا فيها قبيله القرارات الصارمه نتاع المخرجين اللي ياخذك ويعمل بيك حاجه مخالفه تماما باللي كما مثلا عبد الحميد صنع ماهر
وجاب بلال اللي كان يتطلفح بلغه يعني لغه المسرح نتطلفح ونعمل في المسرح والسينما، جابوا وظهروا وعمل الماهر، علاش لا مخرج اخر جيبني ويعمل حاجه اخرى. تكونت لك برشا علاقات داخل النوبه، ويبقى من اجمل اللقطات بتاع النوبه اللقطه اللي باش نشوفوها توا. ماهر ويرك عشيري سمعت توحشني يا صاحبي سمعني اللطف عليك ولا بحبك صاحبي نحبك اللطف عليك اللطف عليك صاحبي ولا اللطف عليك شوية تراني افتخر راني تشويت عليك انا علاش عينيك تزغل الوقت اللي شفته تفرج فيه؟ لأنه من أكثر المشاهد اللي قريبة لقلبي على الأخر، هو وبعض المشاهد الأخرين قراب لقلبي، لأنه المشاهد هذوكم أنا كي نبدأ نصور نبدأ نستنى فيهم بالدقيقة والدرج، لسان ديموسيون هذوكم اللي باش يظهر فيهم الممثل ولا الناس زادة أوسي فما مخرج يخليك تلعب مرتاح. أحلى يعني ما صورت هذه؟ لا مش أحلى ما صورت. هو نوبة الكل راهو عملت دور باهي، لكن مش هذاك القدرات نتاعي، عندي قدرات كبيرة برشا فهمتني. قديش النوبة ورات من قدراتك؟ ما نجمش نعطي، ما نجمش نعطي 20% 30% 40% 50% ما نجمش نعطي، بالمئة ما نجمش نعطي، أما عندي قدرات أقوى برشا من نوبة. ما تحبش تعطي مش بتنجم. أي ما نحبش نعطي، أي ما نحبش نعطي، ما نحبش نعطي، أما عندي قدرات كبيرة برشا. كنقول النوبة عطات نص قدراتك. لا نص، لا اكثر من نص، عندي يخوف. قدرات يخوف، خواف على اللي خسرته معك انت فهمتني، ميت بالخوف فهمتني، لكن مش هذاك اللون. فما مشهد مع برنجا زاده يفتق، فما برشا مشاهد، المشاهد هذوما قلت لك فهمتني نبدا نستنى فيهم بدقيقه ودرج، خاطر مش ديما يجيوك مشاهد هكا في الدراما التونسيه. بلي في العاده انت هادئ رزين، معناتها عاقل، ما عندكش كلاشات، ما عندك حتى شيء. شفتك مره وقت اللي تكلم الملحن القدير سامي العقربي وقال انه المسلسل تافه وضعيف. وقتها انت جاوبت. جاوبت انا؟ اي في بالي ما دخلتش فيها انا المام عادي. لا دخلت فيها. كيفاه؟ اوكي بيبي ملا سماير. ملا سماير يفتق. بارتاجيتها؟ وي. اوكي بيبي ملا سماير صحيح. وي. هل مسموح لك انك تقول على سامي العقربي بيبي؟ وي سي ان غون بيبي، سي ان غون بيبي ومحليه وليدها، وليدها لكن كان قاسي برشا في، لانه يعني شوف اي عمل راوي نجم يكون عمل ناجح والا اقل نجاح، اي عمل فيه الحاجات الباهيه وفيه الحاجات الخايبه، ومن حق اي انسان ينقد ويقول رايه، ولكن رايه كان قاسي شويه، قاسي على مستوى الطرح، يعني حتى في موزايك يظهر لي كلمة كبيرة يظهر لي تقالت فهمت، يعني هو من حقه ينقد المسلسل، من حقه هو كان خدم النوبة الأصلانية، من حقه يغير زادة على على حاجة خدمها قبل، ولكن بطريقة ربما ربما هذه في النوبة دونك نورمالمون انا من رايي كان جاي فنان كبير بالاسم هذاك نورمالمون يشجع الشباب ويقول محلاه ولا يقول خايب مش تافه ومش دموع الضحك اللي في اسماعيلي هذوك دموع شنو هي ميت بالضحك يعني مسلسل مفتق الدنيا نحكيو على نوبه واحد وسماير بربي سماير تربيجة نتاع سمير صحابه الكل يعيطوا له سماير صحابه انت ماكش صاحبه مانيش صاحبه وانا من حقي نعيط له سماير واس يزبك تكتبها ماجيسكول صار انت دخلت في تحليل الاس ماجيسكول والاس يا خويا نعتذر منك سي سماير الاليونس اللي في يدك اي ما تنحيهاش ها والله ساعات كي توجعني شوي نحيها وننساها او كان عادي نهير بلاش الفرنسيس كيف ناي يحبك ديما تبدا لابس الفرنسيس ضروري واجباري تنحيها يعني سي ان مونك دو ريسبي بالها بيان سور ما يجيش تتقلب بالدنيا تتنحى على اليونس وي مقطع عندهم على الاخر
تراه وريها لي الجاز. دونك البست هذه في فرنسا. هذه في فرنسا وي. واضح. نمشيو للكرسي المزيان اللي عندنا، عندنا كرسي مزيان. خير من الكرسي هذايا. خير من هذا. اسمه كرسي الحب. كرسي الحب. يا بابا درسني مخبيلي في الحب هذايا. أنت شنو مخبيلي؟ أنا شنو مخبيلك؟ هيا ننطلقوا مال. كرسي الحب. بلال البريكي. مواتيك كرسي الحب. ميرسي. تستمتع وقت اللي تحكي على الحب ولا ليه؟ ولا تتقلق؟ سا ديبون، أما إش خير من الحب خويا؟ مادام حاجة فيها حب. باهي الحب كما قال وجدي في نوبة، حبوا بعضكم الدنيا فيها موت. نحن في الوقت هذا محتاجين لبرشا حب، ويلزمنا نحبوا بعضنا. بلال، يجوك رسائل من عند معجبات؟ وي. طلبات زواج؟ وي. طلبات صداقة؟ وي. كيفاش تتعامل معهم؟ مرتي تجاوبهم. مرتاح منه الانستغرام. يعني انستغرام عند مرتك؟ اي، جاري لي في الانستغرام تاعي وما يقلقنيش، على خاطر ما عندي مخبي وعادي جدا. شنو المشكله؟ مرتك مغياره؟ اي مراه في الدنيا تحب راجلها مغياره. اما الفرنسيس عاده دمهم بارد شويه. لا دمهم بارد، نحن هما اللي دمنا بارد. بالحق على الدخله والخرجه مو مش بالطريقة هذيك، ولكن كمام تخاف على رجلها عادي جدا. هي بيدها راهو كنا يعني نعيشوا في موندو، بعد نوبة تبدلت الدنيا، يعني تلقى بالالاف ميساجات وبالالاف، يعني فما حتى ميساجات راهو مخلة للأخلاق. بالحق تجيك حاجات؟ تجيني حاجات مخلة للأخلاق. وتحلهم زوجتك؟ تحلهم زوجتي وي، اللي بالفرنسيه هاكا مزمر عليها، واللي بالعربي نحاول نكفرها، قول لها ليه راهي. اما ليه توا بالجوجل ترانسليت وليت ما عادش فما مشكله؟ يا ولدي عنك الجوجل سبابه اكثر من الجوجل اللي تحكي عليه. ملاوينك. موشم اسمها؟ وي. وين موشم؟ هوني. العرس عنده قدش؟ عنده عامين داخل في الثالث. عامين داخل في الثالث، ولكن علاقتنا كانت قبل برشا. بالعرس العلاقة توطدت ولا؟ توطدت سيرتو بأدومة، كي جبنا أدومة فأكثر جابلنا أكثر حب للدار وأكثر بهجة وأكثر سرور. أهو آدم ربي يفضله. وين؟ أهو كأدومة بالي جابو. شكون سماه؟ أنا سميته. في الدار تعيط له أدام ولا آدم؟ لا أدام، علاش أدام؟ آدم. أدام. أدام، آدم يجي هنا. الحب كان كود فودر ولا ما محبة إلا بعد خصام؟ كود فودر. ريتها قلت هذه هي المرأة لي؟ هذه هي، دخت. هي حبك الأول؟ حبي الأول وي. عام 2013 عملت مسرحية. شو اسم المسرحية اللي عملتها عام 2013؟ سلمى. شكون هي سلمى؟ سلمى هي تونس. هي لأنه من الأول كيف كتبت المونودراما متاع سلمى، سيفري كانت قصة يعني حب وكذا، ولكن بعد كيف قعدنا مع المخرج وبدينا نبدلوا في الحكاية، تبدل 80% من الرواية متاع المسرحية. ويعني تونس سلمى لأنه اسم مؤنث، كيف تونس كما أمك كما أمي كما أختك كما أختي. هل صحيح أنه سلمى الاسم هذا تعدى عليك في طفولتك وكان أول حب بالنسبة لك أنت؟ لا تعدى في الطفولة ولكن ما كانش أول حب. حب الطفولة ما هي ما تسميهش حب؟ مش حب بطبيعة الحال، إذا كان في الابتدائي ما شو نعرفه من حبنا، فهمتني؟ 2013 عملت حوار. سُئلت عن سلمى. قبل ما تعرس. إيه. قلت سلمى هي الطفلة اللي حبيتها وأنا صغير، ولتو نحبها، وحبيت نبني معاها حياتي. نبيع في المسرحية. هي.
نبيع في المسرحية يا أخوي. لا أنت تو كأنه حسيتك تبيع لي أنا في الكلام. عليه عليه. لا ما كانش حب هادي بالرسمي، ما كانش حب. فترة يعني هكاكة متاع طفولة فهمتني. تو مزمرة عليا باش نروح للمرأة تقول لي ياه فيانسي سلمى مالا حاسيلو ربي يهديك. لو بالحق بالحق هذه ما كانش حب يعني حب بالله. انتم حب تسميوه حب صحيح في الابتدائية فهمتني. اي يسكت يسكت لان ندو اي بلال قولي بابا قول بلال زيد عطين. لا لا ولا لا كهو 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 اما هاي الحمد لله في الدار متفاهمين. مرتك في مخها بدأت تستوعب إيش معناتها ثقافة عربية إسلامية ولا لا؟ بدأت تستوعب أي ولا العظيم في بالك. نحكي لك حاجة والله ساعات توجعها أي حاجة تقول لي أقرأ لي القرآن نقرأ عليه القرآن والله العظيم أقسم بالله يعني بطريقة ما تصورهاش. مسموح لي باش نسألك زوجتك اعتنقت الإسلام ولا لا؟ إن شاء الله بينتو ديجا خطوة باهية فهمتني ربي. ولكن ميرسي بوكو. ولكن باش نفرض عليها الاسلام انا مع الحريه كعباره. جيت المسلم قلت له ولي مسيحي والا جويف والا كذا. المهم انها تقدر الديانه نتاعي وانا نقدر ديانتها ونعيشوا في سلام وين المشكل. هذا بلال على كرسي الحب. بلال مغروم برشا بالكرة؟ لعبت كرة؟ لعبت كرة وانا صغير. لعبت سونتر دو فورماسيون تاع السي او تي هومتي ملاسين ولعبت في العمران. انت تقول الفريق نتاعك المفضل؟ اولمبيك الكاف. اولمبيك الكاف وي. اما زيد تقول في تونس مغروم بال هما ثلاثة جمعيات. اولمبيك الكاف هذاك على خاطر حاجة عداها لي الوالد، والسي او تي حومتي، والكلوب بلا غالب بالي. باه باش نعملوا مع بعضنا لعبة. اللعبة هذه ما نجموش نلعبوها باللبسة نتاعك. نحيوها باش نعطيك مريول. شو المريول اللي تحب تلعب بيه توا؟ اولمبيك الكاف. تحية اولمبيك الكاف. اوه ماني فيك. شوف كلمنا اولمبيك الكاف. كلمنا اولمبيك الكاف. مانيفيك. أعطونا المريول. بريكي واو. ميرسي بوكو. فريمون هدود. تلبس كادو مانيفيك. تلبس مريولك. ومن بعد باش نلعبوا مع بعضنا. أوكي. تحدي نتاع الفوت. نرجع لكم بعد لحظات. بلال بريكي تحدي الفوت. مواتيك. مريول الأولمبيك. مواتيك مواتيك على الآخر. الكرة ما زلت تتذكر منها ولا ليه؟ نتذكر شوي. تتذكر شوي؟ وي نجربوها. شو عندك اي؟ هوب 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 هوب. ما زلت نتذكر شوي. شوف قرب الكرة شوي لهنا. نجم تمركي هكا. هاي مريقلي مريقلي. سهلة ولا صعيبة؟ سهلة سهلة. به اقعد اقعد اقعد. اوكي توا باش نصعبوها شوية. ها على هذاك مادام نحكيو على الديفيات يجي بحذانا مصطفى حواسة. انا جاي سخون على الاخر راهو معناها نحبوا نعملوا شوية حركات احمائية قبل ما نبدأ ونشوفوا شكون يجيب روحه قبل اكثر. هاي 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 بلي اللي باين قبل هو الخاسر. هاي 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 اسمع مصطفى مصطفى وي ايش ايش فيسا فيسا فيسا. هو هو ماركة هو ماركة مقبلة. هاي غادي اي ماركة ما غير ما دار على واحدة فوالا. فسر لي اللعبة كيفاش باش تكون. سي فاسيل اللعبة سهلة برشا. ساعة نحطوا هذه هكا ندوروا عليها. انت تدور 20 دور عليها 10 10 مش انا 10 زوزة ندوروا 10 دورات عليها. سي سامبل حاول تمرك. اوكي
سهلة باهي سهلة على الاخر دوخني قول لي سهلة باهي حب يبدا هو يا عيشة مصطفى عيشة باهي سهلة على الاخر اعطينا الاكزامبل نحسبوا لمصطفى 10 ان شاء الله سونتر اهي باهي هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست هيا مصطفى شوت 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 يزي مصطفى شوت ما شافهاش لحظة 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 هيا مصطفى مصطفى ويييي على كل نتيرة عمك مصطفى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة آية بلال هاي هاي مصطفى يعطيك الصحة ميرسي مصطفى بلال بلال نشكرك برشا يعطيك الصحة الليلة نورتنا ومنور بالمريول نتاع الأمريكي ميرسي بوكو ميرسي بوكو على الاستضافة هذه عايش ميرسي للبوبليك الحلو هذا ميرسي للفرقة ميرسي ونحب بربي نشكر برشا 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 جيلوبرتي جيلوبرتي اللي لبستني اللبسه المزيانه نتاع اليوم يعطيك الصحه ميرسي بلال بريكي بالتوفيق كهربة تمشي كهربة تجي كهربتنا دونك فانك اس 50 على ذمتكم كهربة سومها 49 مليون و900 تنجموا تربحوها انتم اللي تفرجوا فينا توا سهل برشا خذ تليفونك ابعث حرف ا على الرقم 85 810 ا على الرقم 85 810 حظ سعيد للجميع